إن أدلائنا المعقولية في كتابنا فيما يقاتل المتناقضات عند غيرنا لا يتسع لذكرها المقام، ويكفي أن الله أجمل وتحدى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا زال القرآن يتحدى الدنيا بأسرها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلن يستطيع الإتيان بمثله ولا بمثل عشر صور منه ولا بمثل أقصر صورة منه، ولا أن يثبت أحد كائنا من كان ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أن في القرآن تناقضا أو فيه اختلافا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ثم فليس لنا إلا أن نقول لهؤلاء الذين يزعمون أن القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمعقول ولا يتفق مع المنطق، إلا أن نقول بعد تلك الإشارات السريعة: موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان، او كما قال عليه الصلاة وأزكى السلام. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا جماعة المسلمين أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، ألا تتفقون معي أننا المسؤولون أولا عن أن يسب ديننا؟ أننا الذين نعطي أعداءنا الجاحدين القنطرين ما يتذرعون به ويتعننون به على صدق دعواهم الكاذبة؟ أدعو أن رجلا أتى لولده بملابس لكل يوم زي، يلبس في كل يوم ثوبا، لا تقول 70 ولا 100، 7 ثياب، قميص وبنطلون لكل يوم، جلابية لكل يوم، مع رياض داخلي. ثم خرج الولد في الشارع عريانا كما ولدته أمه، أو ذهب يبحث عن ثوبه الممزق ليلبسه. أهذا معقول أو تصرف مقبول؟ ماذا تقولون في هذا؟ إما إنه لا يعقل، تخيل، أو أنه يتعمد أن يفضح أبيه، حتى إذا ما رأى الناس: يا الله ابن فلان، إيش معقول؟ الدين يا أخي صدق عليه، يا عم ده صدق وكذا وكذا،
ده اكيد ابوه بخيل هو ابن عمه. لما نبص الايات هذا المثل الذي اضربه لا يساوي شيئا مع واقعنا. اذا كان دين ابيه بالعقل والمنطق دين سدى بالعقول حتى بنى اصحابه به حضاره وقاموا الدنيا باسرها. الطب ربنا الكيمياء الصيدله والدين والدنيا وقلوبا وفطرا سليمه حتى ما احتاج احد الى ان يرقبه احد. كتابي الله رحيم عليه مش محتاج حكم ولا محتاج حاكم. سنه كامله عمر في القضاء يجي الامير لخليفه الرسول يقول له شوف غيري ايه الشغل تقيل قوي عليك؟ يقول له ما فيش حد ما فيش ولا قضيه لا مستعجله ولا مستهلكه ولا ما فيش. الناس خلاص عرفت ربها واستقرت مش محتاجين. اذا كنت انت من هذه العظمه فكيف نشوفه بانفسنا؟ الست معي حينما يتصارع الناس حتى العلماء او طلاب العلم فيجعلون الناس حيارى، اليس هذا مما يدعو الى سب هذا الدين؟ فين المعقول؟ وفين المنطق؟ وفين كذا؟ لو نزلت الى المستوى الخاص الافراد تقطيع الارحام سوء العلاقات الزوجيه سوء العلاقه بين الحاكم والمحكوم الصراع باسم الحق والحق منه بريء. يعني بات يا ابويا وانا بدافع عن الحق بقطع ارحامي وانا غيران للدين بمسك السلاح يا ابويا او احبه اتحالف مع الشيطان ضده وانا بنصر الاسلام واقيم دوله في الاسلام مش قادر افهم اي دين هذا واي نفس هذا واي سلوك هذا اخص منه هذا السلوك؟ افعل هذا محمد رسول الله؟ افعل هذا محمد رسول الله؟